بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. انا الاب ديال عاشر زهير اللي مات نهار 18 ماي على الساعه 4 مساء غدرا من ثلاث اشخاص، هو محسن والحبيب والشباكي. وكنطلب من هذا المنبر هذوك الشباكي اللي كيقولوا بانه راه ما ضربش ولدي بكيلو، بانه كان شاهد، هذاك راه هو المجرم، هو سبب الدري عندي اللي ضربه بالكيلو من اللور. وجا هذاك الحبيب خو توفيق السيكليس اللي خو كيبارد عليه كيقول لك لا، وتوفيق السيكليس راه هو سبب هذا المشكل هذا. توفيق هو غير خاص الشرطه القضائيه الله يجازيها بخير. من هذا المنبر هذا كنشكر السي عبد الطيب الحموشي ومحمد الدخيسي الله يجازيهم بخير باش يدخلوا لي في هذا المشكل هذا، بان هذاك توفيق السيكليس هذاك النهار فاش قال لك تناقش مع زهير ولدي في حي السعاده، علاش ما مشاش دار شهاده طبيه ودفع للشرطه القضائيه، مشى للسوق عند خوه وعند لقى محسن وقال الشباكي تما، قال لي راه تناقش مع زهير، هذا دار لي وهذا دار لي، زهير ما دار لي حتى حاجه. مشيتي توفيق شافوك الناس شويه كتقول راه دفعوا لي الدراري الموتور، جابوا لي الموتور الدراري فاش ضربني زهير، جاو الدراري جابوا لي الموتور، جابوا الدراري الموتور، حنا بين هذوك الدراري دفعوا بك الموتور اللي كتقول انت، دفعوا بك حتى الموتور، جابوك حتى حدا السوق، وخاصنا نشوفوا هاد الدراري هادو، ما خصنا نشوفوهم. تركبتي على موتورك مشيتي جبتي جناوة من قرية الشمس، راه شافوك الناس، ماشي ما شافوكش، شافوك الناس تركبتي على موتورك مشيتي جبتي جناوة، حطيتيهم جناوة تما حتى الصنادق هما كانوا في الإمارة كيشربوا، باقيين معرقين من 9 الصباح، هما باقيين كيشربوا، وشدوا الدري تكرفسوا عليه، نزل عليه هذاك الشباكي هذاك المجرم هذاك المشم، شدوا ضربوا بكيلو مسكين من الله، دار بحال اللي غيفك، محشوماش. وهذاك الحبيب هذاك القطيع هذاك البعلوك هذاك المشم هذاك خوك السيكليس اتوفيق اللي كتقول لا خويا مسكين راه ما داير والو، خويا واخوك علاش ضرب الدري من الجنويه من الله بحال بغا يفك قطع عليه العرق مسكين ديال العنقره ديالو، هي فاش خلى فاش طاح مسكين الله دقته بموت وسرع عليه محسن كاع كيقطع فيه محشوماش، قطع عليه ليدو قطع عليه المصارن ديالو الراس ديالو فرقوا ليه، ومن يطلع ومن يطلع مسكين من يهزو بموت وطلع لومبينونس دوك الساعة كاينين الشهود، راه كاينين الناس شافوه، شاف شحال الوقاية المدنية السيد ساعة ونص وهو كينزف، ريدو مقطع ومصارنو خارجين الوجه ما تشوف، ساعة ونص وهو مسكين طايح تما، لا حتى واحد ما قد يفك، حتى واحد ما قد يعتقو، ساعة ونص اللي جاية الوقاية المدنية، ما حشوماش، حنا راه كنعرفو حنا خدمنا في السبيطار كنعرفو هادشي، هاد الحوايج راه كنعرفوهم، ديما الروطار، الدري بقى كينزف، في التالي تركبتو مع المجرم، دري ميت مسكين وطلع، فاش طلع تا واحد في البومبيه راه شافوه ما كاينش الشهود، كاينين الشهود بزاف، وكنتمنى من الضمائر الحيه، الضمائر الحيه الناس اللي حاضره الله يجازيكم بخير، اللي شاف الواقعه الله يرحم لكم من هذا المنبر هذا، راه غيبقى تقليد على العنق ديالكم، لا شاف هذاك اللي شاف البومبيه بانه ما ركبوش اللور، الله يجازيه بخير، راه خاصو يبلغ على هاد الناس هذا، الله يجازيكم بخير، راه حق ولدي انا ما غنسمحش فيه، شدوا طلعوه مع الدري ميت، طلعوا المجرم مع ولدي. جبد لي القرشوطه ديالو في لومبينونس كيعاودوا الناس هادشي كاع كيداول، الناس اللي حاضره تما في السوق شارع من بطوطه راه شافت هادشي، شارع من بطوطه حنا راه ولاد المنطقه وكنعرفوا هذاك الشارع، حاضرين الدراري شافوا قال لك البومبيه ما طلعوا بجوج القدام وطلعوهم هما وسدوا عليهم، طلعوا المجرم مع الدري ولدي اللي ميت ودوهم للسبيطار ديال محمد الخامس. وكنتمنى من هاد الناس الله يهديهم الله يهديهم كاع اللي عندو الضمير حي يمشي يشد كلمة الحق. وكنتمنى من الناس كاع اللي شافوا هذا المشكل ديال الدري من يطلع طلعت الوقاية المدنية مع داك المجرم وبومبية ما طلعوش طلعوا جوج القدام، كنتمنى تصحاب الضمائر الحية يمشيو يبلغوا الجهات المسؤولة، راه هادشي غيبقى على التقليد ديالكم، راه غيبقى على التقليد، وهادشي اللي كاين كنطلب من الله سبحانه وتعالى هذوك المجرمين الله يسولها فيهم الحق. هذاك محسن تاو راه عندو الولاد، عندو الولاد، وهذاك الشباكي وهذاك الحبيب اللي كيقولوا ماشي مجرمين كذا، ما كلهم كاع وشامل هنا حتى لهنا دايرين فيها صعصع تما في السوق ديال عزيب الدراري محشومات، وخارجين بعض الناس كيدوا بعض الناس، هذوك الناس غنتابعهم، هذوك الناس ديال شي وحدين ديال القريه بهذاك خينا دايرين نضاطر الفوق هذاك البرهوش اللي كيدوي مع مول الفوقيه، هذاك خينا اللي مقطوع عليه ليدو اللي كيدوي كيقول لهم كانت نهيله كتجي نهيله كانت كتجي عند محسن، كت كت الدريه كدير
كتعلى في الشرف ديالها انت، انت وهذاك انت وهذاك خينا كنتابعكم القضائيه اللي تنهود، انت وهذاك خينا دوك منطيطرات لك كيدوي كتقولوا اه راه كانت كتجي عندو هنا، انا من غنهود غندير شكايه للوكيل العام وغادي كل المسائل القانون راه كاين، وغادي كطعنوا بنات الناس في الشرف ديالهم وما مسامح لكم لا دنيا لا اخره. وكنوجه التحيه والاحترام والتقدير الاستاذ المحامي القادر عبد اللطيف حاجيب من هذا المنبر، هذا هذاك السيد من اطيب خلق الله، هذاك السيد طوع مسكين طوع اقسم بالله طوع زيرو درهم باش يدافع على الابن ديالي باش يشد لي حق ولدي، هذا الشيء اللي كاين. وراه انسان طيب هذاك السيد، راه زيرو درهم مسكين واقف معنا في سبيل الله والله يعشر الخطوات ديالو وبغيتو باش يشد لي الحق ديالو ولدي انا اللي تعذب تشويه جوتا داروا لي داك التشويه جوتا داك، وانت تصور عدو ما غاديرش ليه داك الشيء وحيوان غتشدو ما غتقربوش بهذيك الطريقه، راه هذيك الطريقه اللي داروا ليهم راه داعشيه، راه حشومه كاع حشومه ما غيبغيها حتى واحد. وكنتمنى من السلطات الله يجازيها بخير تجيب هذاك السيكليست داك توفيق اللي باقي حتى هو طالق خرج تجي تبحث معاه، راه هو هو اللي دخل هاد التشافوت الدراري، راه هو اللي دخل هو اللي دخل هاد المشاكل كامله، مشى قال لهم ها كاين وكاين، هو اللي راه شافو الدراري ركب على الموطور مشى عند محسن السوق مشى عند خوه قال لهم راه تناقش مع الزوير راه دار لي الزوير ضربني هنا في حي السعاده، زوير فين ضربك في حي السعاده تعقليتي عليه بان لك زوير ديت مشيتي قلتيها ليهم قلتي لهم زوير هو فين جاي، انت توفيق السيكليست انت راه غندير معاك القانون، كاين كاين الشرطه القضائيه، انا كنوجه التحيه للشرطه القضائيه ديال الاسفي تبحث في هذا المشكل هذا، وراه ملي غنوض راه غنتابعك قضائيا انت وهذاك مول الفوقيه اللي كيدوي هذاك اللي مقتوع عليه اللي يدوي كيقول لك هو الاخر اللي يدير نظاره فوق راسو اللي كيطعن بنتي في الشرف ديالها كيقول لك كتجي عند محسن حضرتي لها انت محشوماش كتادو بنات الناس كتقولي لا راه كتجي عندو كتجي عندو كما تحيد من هنا على بنتي شمكار بنتي راه باقا امين وراه قاصر خصك تعرف هاد القضيه خصك تمشي تربى انت وهذاك انت وهذاك خاين اللي معاك هذاك هذاك اللي داك المرعوش اللي يدير دوك النضيطره تا هو ولا كيدوي تا هو ان شاء الله تنهود ان شاء الله هاد الشيء اللي كاين وعايشه منهود ان شاء الله راه بيناتنا قضاء ان شاء الله كاع اللي مس ولادي في الشرف ديالهم مس بنتي في الشرف ديالها وداك الشيء راه بيناتنا قضاء الله يهديهم كنطلب من هاد المنبر هذا الله يهديهم يا ربي تهديهم اللي كيقول لك بو علاش ما كيبكيش بو من نهار 18 ماي هو مسكين معذب هو يبكي ليل ونهار ما كنخليه يمشي حدا القنطره نبكي الى درجه وليت الفانيد عطاوه ليا هنايا الفانيد بعدين نعس ما كنعس والتقطيره كندير 30 تقطيره وما كنعش صورها تصورها كنبقى نتخيل ولدي كيفاش ديك الطريقه وحشيه باش تعذب انا راه نعس ما كنجيش ما كيجينيش نعس والماكله ما كناكلش الماء كنبقى تفكر في ولدي دابا ولدي ما عمره ما غيتنسى لي انا ولدي ديما مرض انا مرض ما مرض مرض داخليا داخليا مرض ديما ولدي غنبقى تفكر فيه على ديك البشاعه ديال ديك الجريمه راه شافها العالم كامل داخل المغرب وخارج المغرب راه شافوا ديك البشاعه ديال ديك الجريمه راه الناس كلها عيطت ليا من اي دوله راه من اي دوله عيطوا ليا من المغرب من داخل من داخل الوطن من خارج الوطن قال لي الاخ ديالك اللي ما كنعرفوش كيقول لي واش وهاد القضيه اللي ما تباها ولدك راه حشومه راه ما عمرها ما كانت كاع وكنتمنى الله ياخذ فيهم الحق الله ياخذ فيهم القصاص وبغيت نشوفهم كيتعذبوا هذاك محسن راه عنده الولاد كيف عذب لي ولدي بدا كيقطع فيه والله ياخذ فيه الحق هو داك الشباك هو داك الحبيب الله ياخذ فيهم الحق نشوف هذاك الفيديو انا علمني وعلم جميع الناس المغاربه لا داخل المغرب ولا خارج الوطن راه كاينين نقسم بالله كاينين الناس مساكن ما كياكلوا ما يشربوا الناس ما كيهرب ليهم ملي كيشوفوا ديك الجريمه البشعه اللي داروا لولدي راه بحال كنتقطع انا ملي كتشد ولدي مسكين كيتقطع بحال مسكين راه تحطم ترى الناس عندها الاولاد ولكن تشوف ولدك بديك البشاعه كيتقطع مسكين بحال كتشوف وانت ما قادر دير ليه مسكين والو هو كيتقطع وعباد الله قاعده كتفرج وكنقول لكم واحد القضيه كاين الناس الله يجزيها بخير اللي وثقت داك الشيء بحسن النيه وكل اللي وثقت الفيديو بدون حسن النيه هذا الشيء اللي كنطلب انا هذا الشيء اللي بقى فيا الحال على الاقل الناس تدخل كاينين تما وتدخلوا دخلوا ما غيوقعش هذا المشكل الجريمه ما غتوقعش نهائيا واش عباد الله واش بنادم قاعد كيكرر في السوق وحاط 17 ولا كيسموه حنا عمرنا ما عرفنا هذه الملاسه وهذا الشيء ما عمرنا ما كبرنا في هذا الشيء ما عمرنا هزينا السلاح الابيض اللي حاط تما في السوق واش عباد الله كيكرط بنادم كيكرط بسيف بجنوي قداك ديال العيد كيكرط بحوت فين كاينه هذه كاع وكنتمنى من الشرطه القضائيه الله يجازيها بخير تكون صارمه حل كاع اللي حصل على هذا
اللي حصل كيهز السلاح الابيض طبق عليه القانون اقصى العقوبات. وكنطلب وكنصور سيدنا من هذا المنبر الله يخليه لينا ويخلي لي مولاي الحسن ولا خديجه والاسره العلويه كامله، والله يرزقه الصحه والعافيه، الله يطولنا عمره. وسمعتوا الكلمات ديال السي عبد اللطيف، وراه ما تصوروش، راه حتى الام ديالو راه مسكينه الله اللي عالم بها والعائله كامله. ونتمنى ان شاء الله تنضموا للقناه عنده، باش اللي بغى شي حاجه واللي بغى شي اي حاجه واللي بغى يعاونوا على الاقل عاونوا في هذه القناه باش ينقذ هذيك المراه من هذاك الحي، وباش يبعد ولادهم من هذاك البؤره اللي وقع فيها هذاك الشيء. وشكرا جزيلا لكم، شكرا بزاف بزاف. وكنتمنى ما تنسوش من الدعم ديالكم، الله يجازيكم بالخير. انا غادي نحط الرابط القناه ديالو اللي غادي تسمى على اسم الابن ديالو، وغادي نحط لكم حتى رقم التليفون اللي بغى، رقم الهاتف ديال ايطاليا 00 3 9 2 86 08 39 84. وسمعتوا الكلمات ديال السي عبد اللطيف، وراه ما تصوروش، راه حتى الام ديالو راه مسكينه الله اللي عالم بها والعائله كامله. ونتمنى ان شاء الله تنضموا للقناه عنده، باش اللي بغى شي حاجه واللي بغى شي اي حاجه واللي بغى يعاونوا على الاقل عاونوا في هذه القناه باش ينقذ هذيك المراه من هذاك الحي، وباش يبعد ولادهم من هذاك البؤره اللي وقع فيها هذاك الشيء. وشكرا جزيلا لكم، شكرا بزاف بزاف. وكنتمنى ما تنسوش من الدعم ديالكم، الله يجازيكم بالخير. انا غادي نحط الرابط القناه ديالو اللي غادي تسمى على اسم الابن ديالو، وغادي نحط لكم حتى رقم التليفون اللي بغى، رقم الهاتف ديال ايطاليا 00 3 9 2 86 04.